بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. نتواجد وإياكم مباشر على الهواء بمكان طيب ورائع وطاهر بوسط أهالينا الأعزاء. تشهد الأعظمية وخصوصا بغداد تجمع كبير وتوافد هائل بأعداد طائلة لإحياء ذكرى ولادة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعسى هذه الذكرى أن تكون هي تحفيز للجميع وأن تحرك الكثير من الأشياء الراكدة في داخلنا، لأن هذه الذكرى هي رسالة عالمية وميلاد الأمة أجمع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواجدين على الهواء مباشرة من قناتكم الشرقية وبرنامج كلام الناس. نتلقى التهاني والتبريكات ونسلم عليكم بارك الله بهذا بيك. اليوم بارك الله بك. يا هلا مرحبا. منين جنابكم؟ والله أنا من فلوجة ساكن في الدورة، وجينا هنا للعظمية مناسبة مولد الرسول سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. وإن شاء الله ومثل ما يقول يعني ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية في كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ العراقيين والمسلمين كافة. وإن شاء الله يتمها علينا وعلى أمة محمد باليمن والبركات. ونشكر القناة الشرقية محمود، مشكورين. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، نهني صاحب الزمان وعلماءنا الإعلام وكافة المشايخ الكرام بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والسلام. وعليكم السلام. من جنابكم؟ من قضاء المدائن سلمان باك. السلام عليكم. نهني هذه الحلوه. والله هاي من اول ما جت للدنيا استاذ علي، والله ما راجع، ما خليت باب ما دقيته. مسؤول علاجها شو؟ التواب العظام، عمليات يراد لها، سويت لها عمليتين وسقطت لها، ما عاد امكان يسويها. صارت قبل الانتخابات راجعت المسؤولين كلهم دقوا صدرهم وسيسمعوني ودا يشوفوني الي، انا من اهل دياله. دقيت بابتهم كلهم دقوا صدورهم، قال بس تخلص الانتخابات، خلص الانتخابات كل ما انطاني رقم دق عليك تليفوني انغلق، اروح للموظائف مالتهم ما يستقبلوني. وهاي انا جاي على الله بهذه المناسبه الكريمه، على الله وعلى الناس الخير وعلى الاستاذ علي البزاز. شو اسم هذه الحلوه؟ شو اسمك؟ رهف. الله يحميك. الله يسلمك. انت ما موظف؟ ما عندك راتب؟ لا راتب، الحمد لله شغل طارق وطارق. هالجنسيه العراقيه تثبت نفسي عراقي بها بس، كل شيء ما املك. شغلك عمي؟ عاطل عطال بطال. عسى ولا على الاستجابة. احنا جايين نتلقى التهاني والتبريكات. يا هلا بيك يا اهلا. ونهنئكم بذكرى ولادة سيد الكائنات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. استاذ علي انا امكانية ما عندي، من 2012 الدولة الشرقية حق هذا الله النبي، هذه اذن مكسور معوق والله. هذا عشيق زوجته؟ مزوجني اطفال، هذا زوجته وياي ذاك واقف. ايه هذا ناخذك للرعايه بخدمتك. اخذك. نعم عشت بزازه منه، خلي يشوف سعد بزاز يعني. اي والله. شفت مين؟ من كركوك. انا جاي هنا والله من 2012 ادور عليك، ذاك العام جيت ما شفتك، يعني ادور عليك ساير يعني بالقوه جيت هسه. ناخذك للرعايه عمو؟ عندي رعاية بس شنو، اذا انا امكانيه ما عندي، اذا مكتوب شو اسوي؟ ولا اقدر اشتغل ولا اقدر شيء، يمن اروح يقولون ما تقدر تشتغل. انا بس اريد اشوف سعد البزاز يقابلني، هذا اذا سوي علاج اني، انا مو جاي على شيء، كل شيء، بس انا هذا والله جاي. تمام، رقمي يمنا خليه. نهني العالم الاسلامي بولد السيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو يوحدنا إن شاء الله. فبمولده انشق إيوان كسرى، وانطفأت نار المجوس، وأضاءت له قصور بصرى بالشام. فصلى الله عليه وسلم يوحدنا، وإن شاء الله نطلب من السياسيين أن يتوحدوا وينظرون مشاكل العراق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى اليتيم وإلى الصغير وإلى الكبير، فقد واسى طفل بموت طائر عنده صلى الله عليه وسلم. فخلي السياسيين يكون رسول الله، ولتكن لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
وعندي مناشد عندنا للسيد سعد البلزاد عند ابني معوق، تعوق خلف اللوجه عنده درجه عجز 65 استاذ علي وما عالجه، يعني العصب ماله عنده ممكن ناخذه ونعالجه. نخلي رقمك نوديه مجلس الطب. يا جماعه احنا حاضرين بيناتكم حتى نسمع التهاني والتبريكات والرسائل اللي انتم اللي ممكن ونتشرف بيكم وحياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من دياله جاي. دياله. نعم. انت جاي اليوم؟ اي والله نحتاج. ايش قد جاي؟ اليوم العصر ان شاء الله جيت. احنا كشباب شنو نستفاد من هذا الرساله؟ طبعا هو ارسل الله سبحانه وتعالى لجميع الناس ونعزي صاحب الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجئنا لنحتفل فيه. شكرا جزيلا. عين استاذ شلونك؟ ومن دياله؟ والله بخير الحمد لله استاذ. عيون شلونك؟ مو زين. شلونك يمه؟ عيني في دول عينك يا الله. ايش بيها الحجي؟ انا اوجه ندائي الى مناشدتي الى استاذ سعد، كل شيء ما اريد والى الناس الطيبين بس يسلموها علاج. صار لي 25 سنة أبويا توفى وما عندي حد، وأخويا اختفى من الوجود، أخباه ما أعرف وين صار. زين بس أريد علاج من كثرة الصدمات تمرضت. علاج يعني عندكم أنت بس يستلمها دكتور تودينا دكتور زين الله يخليكين. أنا عجزت دكتور ما أعرف شنو مرضها، حالة نفسية على عصبي ما أعرف. لا أحلى ناخذها. صار صار صار. روحي الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحه؟ نعم شكرا يما، شكرا جزيلا. نعم السلام عليكم. يعطيك الصحه والسلامه. السلام بهذا اليوم المبارك ادعي الله عز وجل. الله عز وجل احسن من الكل. بهذا اليوم المبارك ادعي الله عز وجل هو يدز لك الناس الطيبه اللي سهل امرك ان شاء الله. احنا هم ناخذها وما نقصر وياها. ان شاء الله ناخذك. ان شاء الله ناخذك. السلام عليكم. السلام. حياك شيخنا. تفضل. حياك الله. يعني تواجدك بهذا المكان بوسط أهلنا وأحبتنا الكرام علامة أمان ودليل قاطع على الأخوة، وكما نلاحظ تجمع كبير وهائل من كل المحافظات من كل المناطق. فبركتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنيك أستاذ علي بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهني العالم الإسلامي بل أهني البشرية كلها بهذا المولد الشريف. وهذا انت اذا شفت اليوم رغم كل اللي صار ما بين الطوائف، شوف هاي الايام المباركه تفجر طاقات الايجابيه عند الناس، بحيث الناس قبل كم سنه كانت اكو مشاكل ما بين هاي المنطقه وهاي المنطقه، وهسه كله انتهى. انت تمشي بالمكان اللي يعجبك في اي يوم في اي وقت، خصوصا ايام المباركه شوف كل الناس ايش قد اكو متاعب حتى وصلت لهنا، مطبات شوارع قطوعات، بس انت مرتاح. لو هذا الازدحام تدخل بغير يوم راح تشعر بالحزن وبالالم. ليش اليوم ما تشعر؟ لانه هاي بركه وجود النبي صلى الله عليه واله وسلم وانفاسه اللي تحيط بالموجودين كلهم هنا. فعلا يعني احنا اذا كانت هنالك ذكرى حزينه بالائمه سلام الله عليهم، نلاحظ توافد كبير. وعندما نلاحظ هنالك مناسبات سعيده نلاحظ تاخي وكم هائل. رسالتكم شيخ؟ والله رسالتنا اريد اقول انا اليوم موجود ويا الشباب، وشفت الشباب ايش قد يلتفون حول رجال الدين او الناس المتخصصه للكلام في الدين. انا ما احب اقول رجال الدين لان كل الناس المفروض تكون رجال دين، وكل الموجودين ان شاء الله يحثون على العمل بالاتجاه الصحيح. بس اللي اريد اقوله احنا انا وغير اليوم احنا مشينا موجودين هنا بهذا المكان بين الشباب، نريد شكو حاجز ما بين الشاب ورجل الدين يكون ينكسر حتى يكون رجل الدين اقرب الناس الى الشباب. ليش؟ لانه الانسان يحتاج رجل الدين في كل وقت، والمفروض كل رساله اوجهها لكل رجال الدين وكل علماء الدين ان ينزلون للمجتمع ويكونون طبقه واحده، لان يحتاجه بالزواج يحتاجه بالعرس يحتاجه بشراء السياره يحتاجه بكل شيء تحتاج رجل الدين. فالمفروض يكون رجل الدين اقرب ما يكون الى الجمهور المحيط به. يجب ان يتفهمها الكثير من مجتمعنا، من رساله يجب ان يتفهمها المجتمع، رساله كبيره كان يتقصدها الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. هو النبي صلى الله عليه واله وسلم كان دائما موجود ويا من؟ ويا الموجودين. ما فد يوم كان عنده حاجب ولا فد يوم كان عنده احد يمنعك. هسه احنا اليوم شفنا السياسيين الموجودين، اليوم شفنا السياسيين الموجودين اكو حجاب، كون يصير ويا المجتمع على ليفل واحد. شكرا جزيلا، بارك الله بكم، كثر الله من امثالكم واحسنتم. السلام عليكم.
شلونكم عيني؟ اهلا وسهلا بكم. عرفنا بجنابكم. الدكتور خالد وليد العبيدي، تدريسي في الجامعه. اهلا وسهلا بك، جنابكم من الاعظميه؟ من الاعظميه ورئيس تجمع الاعظميه المنظمه مجتمع مدني. ممكن يعني تتحدث عن طبيعه هذه المنطقه، كيفية استقبال هذه الأعداد الكبيرة، هذه المراسيم اللي تحدث في ولاية السلطنة؟ الحقيقة الأعظمية الأعظمية تعلمنا من خلال سنوات مضت على هذه المناسبة واستقبالها عليه الصلاة والسلام، واستقبالها بما يليق بهذه المناسبة من زينة وتسامح وتعامل. احنا اعتبرنا يعني باعتبارنا اهالي مدينة العظمية اعتبرنا نفسنا خدام لكل الزائرين اللي يزورونا، نحب نطلع بهاي المناسبة بالكثير، نحب ننسى مشاكلنا، نحب ننسى كل خلافاتنا. احب هذا اليوم ان يكون يوم للتسامح، أحب هذا اليوم لأن هذا يوم عظيم جدا، ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن نحيي ذكراه باتباع سنته. شلون نتبع سنته؟ من خلال التسامح، من خلال الألفة. حقيقة احنا قمنا بنشاطات كثيرة في مدينتنا، سوينا مطعم مجاني في إدارة الجامع أبو حنيفة، الغاية منها هي مو بس إطعام الفقراء، لكن الغاية منها هي إعادة الألفة بين أفراد المجتمع بكل طوافة وبكل أديانة وبكل قومياته. فعلا هي إن شاء الله تحرك الكثير، بخصوص هذه الأيام يجب أن نكون بصوت عالي. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحدنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعلم وأن نطبق الرسالة الإنسانية الكبيرة. أحسنت، بارك الله بك. ربي يحفظك. احنا شعارنا موجود، محمد قدوتنا، نريده فعل مو شعارات. شكرا. قدوتنا. احسن احسن احسن. شكرا 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 جزيلا. اهلا، شلونك؟ انا احب العراق واحبك واحب الساعة البزاز. احنا نحبك ونموت عليك بعد، احنا نهم نحبك. شو اسمك انت؟ زينه. زينه، وين بيتكم زينه؟ بالتاجي. والنعم، تحبين العراق؟ احبه هوايه. الله يعزك. احب الوطن. شنو؟ ونحب الوطن. اي لا تقول احب العراق ولا احب الوطن. بارك الله بك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله بكم، حياكم الله. حياكم. معروفين معروفين معروفين. بارك الله بك. الشيخ عبد المجيد الحمداني من الشخصيات الدينية الوقورة اللي مسجلين على جنابكم الكثير من الامور اللي انتم تقدموها بخصوص التآخي والمحبة. نهنئكم جميعا. حياك الله. نهني العالم الإسلامي جمعا والأمة العربية والإسلامية وخصوصا شعب العراق. كيف نتحدث بهذا اليوم وماذا يعني هذا اليوم، وكيف أن تكون مراسيم الجميع بهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. في هذا الشهر المبارك وقبل بداية هذا الشهر واحتفاء بمولد سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام، أمر معالي رئيس الديوان الدكتور العلامة الشيخ عبد اللطيف الهمين بالاستعداد التام لهذا الاحتفال، وقد بدأنا من أول يوم من ربيع الأول بإطعام الطعام لأهالي العظمية وخصوصا للعوائل الفقيرة ولطلاب العلم. ولحد هذا اليوم احنا وزعنا الطعام لأغلبية الناس التي جاءت لزيارة مرقد الإمام أبي حنيفة بعد وقبل صلاة الظهر. لكن أقاطعكم سماحة الشيخ، نعم هذا المعتاد والمعروف على أهالي الأعظمية وحسن الاستقبال من أيام الزمان، مع كل احترامنا لمن أوعز بتوزيع الطعام مجاني بعد صلاة الظهر، ولكن هذا المتعارف عليه
القلوب والأبواب مفتوحة بكل دار الأعظمية وباقي مناطق بغداد استعدادا لهذا اليوم. أنا أقول لك هذه لأول مرة في تاريخ الأعظمية يكون إطعام الطعام من 1 ربيع الأول إلى 12 ربيع الأول، هاي لأول مرة في تاريخ جامع الإمام الأعظم. وأنت معلوم لديك أن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قد شمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فهو ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150 هجرية، هذه لأول مرة. ولكن كاستقبال لمولد هذا مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام، أهالي الأعظمية حياتهم كلها في هذا اليوم، فهم يفتحون الأبواب ويطعمون الطعام، وخصوصا كما يسموها الزردة والحلويات لكل أهالي الأعظمية حتى الفقير. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، شنو هي الرسالة اللي يجب أن يتعلمها الجميع ويطبقها؟ طبعا هي مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، هاي فرحة لكل الأمة، ويجب علينا أن نقف قليلا مع كل الناس. أول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذه الأمة أن يسامح أحدنا الآخر، ففي هذا اليوم يجب أن تكون المسامحة هي عنوان لهذا اليوم. وبعد المسامحة التعاون الذي يكون بين أبناء البلد، أبناء العراق العظيم، يجب أن نتعاون فيما بيننا من الشمال إلى الجنوب، وأن نتسامح ويحب أحدنا الآخر. أما ما حدث من خلاف وضغينة وطائفية بدأت تموت في العراق. وفي مناسبة هذا اليوم، مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيرجع العراق إلى ما كان عليه سابقا في المحبة. ولا ننسى أن معالي رئيس الديوان بدأ بأول ما جاء للديوان بمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، وهذا أمر طيب سنسير عليه إن شاء الله حسب معلوم الوقت السني. ونحن جميعا ندعو فعلا وندعم ونقف بجانب كل من ينبذ الطائفية ويحث على التآخي. بوركتم. أشكرك وأشكر قناة الشرقية التي هي عنوان الإعلام في العراق. شكرا ولله الحمد، وإحنا نسعى لذلك حتما ومجتهدين بذلك، وبصدق نتعامل، ودليل الصدق هي محبة الناس واستقبالنا بكل مناطق وبكل محافظة، ولله الحمد أننا صادقين. أريد أقول يجب على الناس أن يرجعوا إلى الله بمناسبة هذا المولد. كيف؟ لا نغضب الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام محبة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم من بات شبعانا وجاره جاء. فيجب علينا أن نؤمن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا نجعل في قلوبنا غلا لكل مسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأشكرك على هذه الجهود المباركة الأخ أستاذ علي الخالدي. شكرا جزيلا شيخنا، شكرا جزيلا، بارك الله بكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. احنا استمعنا للشيخ، كانت رسالته رسالة كانت عامة، وبارك الله به، وكان يركز على التسامح والتآخي وإطعام الجائع، بالإضافة إلى الحث على التآخي. كونك أنت شاب شيخنا العزيز، ما هي رسالتك الحصرية إلى الشباب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبدء، كل عام والأمة الإسلامية بألف ألف ألف خير في هذه المناسبة العطرة في ولادة سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر. رسالتي إلى الشباب وإلى أولياء الأمور أن يحثوا أولادهم وشبابهم وبناتهم. أولا، يعني ولادة مولد النبي صلى الله عليه وسلم
يتبع لازم بالأقوال والأفعال. فأقواله النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعها، وأفعاله يعني ما يحدث يعني في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المكان الطاهر خارج إرادة جامع أبو حنيفة النعمان، كما قال وسمعتم إلى المشايخ الكرام، من لبس ومن لبس شباب أو لبس شابات. فنحثهم أولياء الأمور أن يرجعوا إلى دينهم، وأن يحثوا شبابهم وأولادهم على هذه الظاهرة التي لا يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لا الله يرضى بها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. حتما هي حالات ما تكون بالمطلق، ولكن يجب فعلا الوقوف عندها حتى لا يعني تؤثر على الصورة الطبيعية. أحسنتم، أنا أقدم لك التهنئة. الله يحفظك. ورسالتي إلى قناة الشرقية وإلى أستاذ سعد البزاز خاصة، أنا أعلم يسموه أبو الفقراء، فلا ينسى أهل بغداد وأهل العظمية والفقراء المتواجدون هنا، فهو أهل الخير. ورسالتي إلى أستاذ سعد البزاز ومن هذه القناة الشريفة الناطقة باسم العراق. ونحن هذا ما عليه فعلا، نحن نتواصل مع أهلنا، لكن كما تعلم الأعداد كبيرة جدا، بالإضافة نحن مؤسسة إعلامية ونسعى إلى نقل الواقع والحقيقة، ولكن في بعض الأحيان نتناسى هذا ونضغط على الجميع من العاملين بأن نكون متواصلين مع الأمور الإنسانية أكثر. جنود يعني بارك الله بكم، والله يحفظكم إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد، وصلى اللهم على سيدنا محمد وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلنا العالم الإسلامي بمناسبة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عندي شهداء اثنين، فهذا واحد من الشهداء اللي ويا قائد شرطة البصرة رشيد فليح. أين حقوق الشهيد؟ وتوجهت إلى المفتش العام ويسمعني ويقول لي السيد المفتش العام يهتم بأي وزارة؟ وزارة الدفاع، ورافع بتاريخ 19/3/2018 وما تمت الإجابة، ودزلهم كتاب مدير التقاعد العسكري الفريق سلمان عبد زاير سلمان. حتى الآن أنا صلي 3 سنوات أنا ما مستلم حقوق الشهيد الثاني. عمي صلى على محمد وآل محمد. ما صلي على محمد. إحنا جايين يعني بعيدا عن هذه المعاناة، بس أنا أهنيك على تواجدك اليوم وأنت مصطحب هذه الأمور، حتى هي فرصة إن إحنا نلتقي. أستاذ هاي كلهن كتب. إذا تسمح لي إحنا نريد نستثمر تواجدنا من أجل التهاني والرسالة المحمدية. مع هذا إحنا نقول لك أبشر، واحنا ناخذ معاملتك، واحنا ناخذها لوزارة الدفاع، واحنا نتابعها، والى ان نصل لاخر قضية المفتشية. عافني. ابشر، احنا لا وياك. عبيد كريم سالم عمار الدفاع. استاذ خالد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. اخذت رسالة عيني. نعم. ابو اسيد. انا بوسج هذا الدعم، هذا الدعم الصعب. نهنيك. يحفظك ربي بجاه الحبيب محمد. شنو؟ وصلت رسالتها؟ اي من رجاله في دول قلبك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ العالم الاسلامي بمناسبه المولد النبوي الشريف، ونقول لهم الف مبروك بهذا الميلاد الكبير اللي حضرته العالم الإسلامي بأجمع. نهني شعبنا العراقي نعم الأمن والاستقرار في هذا البلد، وهو بلد الأنبياء والأولياء والصحابة. أن تكون كلمتنا كلمة واحدة ومحبتنا، والله يدعي من البارئ عز وجل أن يجمعنا بجمعة كلمة واحدة حتى يتحقق المحبة والألفة في هذا بلدنا، بلد العراق، بلد النهرين، بلد دجلة والفرات. اللهم آمين. بارك بكم. تعالوا هنا، تعالوا هنا يا ابن البركة. هذول الأطفال البراعم اللي هم جيل المستقبل. السلام عليكم. بهم كل الدول. السلام عليكم سيد علي. شو صحة؟ مبروك. من هذا الشعب. السلام عليكم سيد علي. يلا. وعليكم السلام طلاب. والله هذه اللافتة، العراقيون أهل الغيرة والنخوة والشهامة والإنسانية.
هاي الرسالة أحمل رسالة أنا وأطفالي اليوم كنا أطفاله؟ إيه نعم أطفالي ويعمل السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ جميل. من أنتم؟ من أنتم؟ نحن طيور السلام في عراق السلام، وعملنا متطوعين لخدمة الناس وخدمة الناس قمة في العبادة. شعارنا كلنا العراق سيبقى العراق شامخا منصورا يا بغداد، غايتنا نرفع اسم العراقي عاليا، هدفنا نزرع الابتسام والفرحة والأمل على وجوه العراقيين، وننقل الوجه المشرق للعراق والعراقيون أهل الغير والنخو والشامة، خدمتهم شرف لنا نحن في أهل العراق، لأننا كنا خبز العراق وتمر العراق، شربنا الماء من نهري دجلة والفرات. تحية للشعب العراقي، عاش العراق منصورة يا بغداد. بارك الله بيكم. بارك الله. تحية. أحسنت. بارك الله بيكم. هذه رسالة إلى كل الدول العربية وإلى الدول الإسلامية وإلى كافة العراقيين من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، سيبقى العراق شامخا، كلنا العراق. اليوم أتينا أنا وأطفالي إلى منطقة العظمية الكرماء، وسوف نذهب إلى كل المناطق في العراق نرفع اسم العراق عاليا. أنا مواطن عراقي نذرت نفسي وأطفالي لخدمة العراق، لدي 4 أطفال ونقلت بهم الوجه المشرق للعراق ويعملون متطوعين. أنا أناشد كافة المسؤولين في الدولة وفي المؤسسات الحكومية أن يعملوا مثل ما عملت أنا وأطفالي. اليوم أنا وأطفالي متواجدين بكل شوارع بغداد، نعمل بلا مقابل، زرعنا الابتسام على وجوه العراقيين. اليوم العراقيين أهل الغيرة والنخوة والشام والإنسانية، اكرموا هذا الشعب الكريم أيها المسؤولين، اكرموا هذا الشعب الكريم، الشعب العراقي الذي يعاني ما يعاني، والأطفال اكرموا الأطفال. تحية للإعلام الوطني، تحية لكل العراقيين، عاش العراق منصورة يا بغداد. بارك الله بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبتي؟ زينة. شنو اسمك؟ والله نفسح مجال من هنا. مشكورين نورتوا والله. شو اسمك؟ ملاك. والله انت ملاك وجميلة وأنيقة. عندي قصيدة ارجع اقراها. يلا نسمع. ارجع يا بس نرجع شوي اختي. ارجع بس اعطي المجال. فلسفة الأصابع، الأصابع ليش 5 وليش مختلفات؟ بعدد أهل الكساء وبيهم وش كم صار؟ خلينا نشوف كل اصبع يمثل ايش، استنادا على الدليل العقلي ونفسر. الاصبع الوسطى يمثل المختار، كبير الخمسة والينه واليؤمر، السبابة علي، السبابة علي مرافق رسول الله، السبابة قصيرة وحيدر قصير، حيدر والرسول النصر والاسلام ومن تتصل له بيه يتأشر. الاصبع المنصر يمثل فاطمة الزهراء بنفس المستوى هي وعلي الدور، زوجهم رسول الله نور بنور، ما لاحظتوا ليش الحلقة بالبنصر؟ الاصبع الخنصر يمثل الحسن بالتسليم الحسين، الحسين الابهام قصره متحير، لو راس الحسين على الجسد موجود كان صار الابهام مستوى الخنصر. معزول الابهام على الاصابع ليش؟ لايمك يومك يا ابهام الحر، هسع وجه الاصابع وباوع الكسرات واحسبهن بسرعه وبالعجل فكر، 9 كسرات يعني 9 معصوم وجمعه وكيفك وانت ما تشعر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى. بارك الله بيك. انت تكتبين شعر؟ تحفظين؟ احفظ. من يكتب لك؟ صديق ابويا. وتعرفين شنو معنى اللي تكتبينه وتقولينه؟ اي فهموك عليه؟ اي. بارك الله بيك. بياصف انت؟ بالخامس. خامس حياك. حابة هني الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة مولد النبي وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا. أحسنتي. بارك الله بيك. شكرا جزيلا. ثانية نستاذ طلاب من جامعة ديالى، وخلصنا دوام وجينا نهني العالم الإسلامي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن على الشعب العراقي وعلى معاوضة ديالى ومدينة جلولة. أهني العالم الإسلامي بوجه العموم والشعب العراقي بوجه الخصوص، وإن شاء الله يا ربي يجعل بهاي المناسبة خير سلام
كل العراقيين. اللهم صل على محمد. بارك الله بك حبيبي. بارك الله. السلام عليكم. أول شيء أنا أهني الأمة العربية والأمة الإسلامية بمولد النبي، وأهني العراقيين إن شاء الله وكل عام بألف خير، وأهني كادر الشرقية وقوة الشرقية، وأسلم على سعد البزاز وأهني مولد النبي. منين أنت يما؟ الموصل. من الموصل. عندي بيت، عندي ثلاث بنات أيتام، وعندي ابن واحد شهيد، وعندي ابن ثاني مريض. والله والله الله شهد على لساني، ما خليته دكتور بغداد، ما خليته بروفيسور بغداد، ما حد يعفش بينه لحد الآن. وهاي الأوراق ماله، وهاي كلمة الفحوصات ماله، حد يعفش بيه. وبنتي هم نفس الشيء، فخاهزة والله بيتي من هذا، من الموصل هذا. شنو محتاجته يما؟ ها؟ شنو اللي محتاجته؟ ما خلت ما حد يعفش بي، على اساس تشحم بالكبد، على اساس قولون، على اساس معدي. لحد الان انا مع بس هذا الولد عنده، ولا اخ شهيد، وانا نريد ناخذك الطبيب يعني تردين؟ وهذه من الموصل اضرار بي. بس يما العدد هواي حتى نلتقي بالجميع. انت تردين نوديش الطبيب الراجع بي؟ شنو؟ شنو اللي تحتاجينه؟ والله انا محتاج بس اعرف ابني، اريد اعالج ابني. بس هذا عندي ابنك شنو مرضه؟ ما نعرف، ما حد يعرف، لا كبد، لا امعاء، لا معدي، ما حد يعرف. احنا ناخذه للطبيب، شنو رايك؟ احنا ناخذ، ما خليته دكتور بغداد دحق هاي كلها، ما خليت مكان والله. ابو ايه وفوقها هزه، وفوقها هزه بيتنا، وفوقها هزه. شلون عليكم؟ السلام ورحمة الله. مرحبتين أبو حسين، مرحبتين وبارك الله بك. نهنئكم بهذا اليوم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئكم بهذا اليوم العظيم بولادة الحبيب المصطفى، ونهني الشعب العراقي أخص والأمة الإسلامية عامة. وما هو شعورنا إلا أن نلتقي بهذا الحفل الكريم والعظيم، ويدوم علينا وعلى العراقيين ان شاء الله بوجود الله والطيبين ان شاء الله. يا منطقه جنابكم ديالة. الله يلعن. نورتوا نورتوا، حياكم الله يطول عمرك استاذ علي. بس عندي طلب واحد بسيط بشكل. شنو هذا؟ هلا حبيبتي، شلونك؟ زينة. شو اسمك انت؟ زينة. والنعم منكم، والنعم منكم. احنا جايين نسمع تهانيكم وتبريكاتكم، جينا نقول لكم ونبارككم بهذا اليوم. مين حضرتك؟ من سامراء. من سامراء. شلون سامراء؟ والله طيب، اجواء حلوه سامراء، ذهب مال الله. والله احنا جينا نهنيك، نقول لك وانت نهنيك، ونهني سعد البزاز ابو الفقراء بمناسبه هذا المولد الكريم، ونهني الشعب العراقي بمناسبه هذا المولد الكريم. والله اجواء طيبه وحلوه، وذكر الرسول بعد ماكو من احسن منه، وهالاجواء الطيبه يعني تدري الانفاس الطيبه، وهذه الانفاس الطيبه المتواجده بهذا المكان. ونبارك للجميع لنا ولكم ولامه محمد، لا ولامه محمد والاسلام كله ان شاء الله. والله يوحد العراقيين ان شاء الله، وينصرهم ويحد كلمتهم ان شاء الله على قلب واحد ان شاء الله. واشكرك لحياتي، وسلمنا على البزاز. عين البزاز، انا سو عيني اريد. ايه ايه، وانا ما عندي رقم انا. نعم، احنا جميعا جايين نسلم عليكم ونهنيكم بهذا اليوم، ونبارك لكم من قلب، نبارككم، نبارك لكم يا يمان. هلا بكم، هلا بكم. السلام عليكم. سبعين تبريك. كردي والله. كردي من كردي اقول. نوزانه؟ باتزانه. والله عربي؟ انا اعرف. شو عجب اجيت؟ ليش اجيت اليوم هنا؟ والله احنا عملنا هنا ببغداد، اردنا نجي يعني بهذا اليوم المبارك نهني الامه الاسلاميه، ونهنيكم ان شاء الله هذا القناد الرشيد، ونهني كل الشعب العراقي ان شاء الله خير وبركه السنه ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله بيك. السلام عليكم عمي. انا ملتقيت بيش مرة. انت شنو عندك يوم؟ انا زوجي توفى بحادث، بس خلحت ويا يوم. زوجي توفى بحادث وعندي اربع بنات. واصلوا بهاي القضايا الانسانية ويا استاذ معمر. شنو عندكم طبيب؟ شنو عندكم؟ احنا ناخذكم، احنا جينا نهنيكم. كل عام بخير. شو ياك؟ استاذ علي. هنا المرة، شوف استاذ علي. علي الله يسلمك. بس تعي نايمي، تعي لحظة له مخطوف بدو اروح لك علي عيني.
نعم انت بخير. من بخير من دياله. من دياله ايه من دياله. يعطيك العافيه ان شاء الله. شلون جبت جيتوا؟ جينا المغرب. جيتوا على مود هنا للذكرى؟ للذكرى اي والله. الله يهني العالم الاسلامي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واشكركم واشكر قناه الشرقيه واشكر استاذ سعد البزاز على مساعده الايتام والفقراء والايتام. انا محتاجه بس غراب من استاذ سعد البزاز، محتاجه اغراب، غراب غساله ما عندي بالله العظيم، بس محتاجه من عنده غراب، ما رايده منه كل شيء. وين بيتكم؟ احنا بيتنا بحي العدل. شنو محتاجة؟ محتاجين غراب. عجب؟ ما عندكم راتب؟ ما عندنا، يعني امورنا، انا اهل زوجي شهداء ضربوا وبوابة بغداد وما عندي بس. والله احنا راح نخلي رقمك، بس مو تقولي ما خابرونا، اي شخص يقدر يقدم مساعدة لجنابكم غسالة وكذا مثل ما انت تردين، هاي امور ان شاء الله هي مو ثقيلة على الكثير، احنا نخابرك. زين؟ استاذ معمر هنا تريد امور منزليه نكتب اسمها. هاي يمه اني امي خطفوها بغداد بالسريدات، هو موظف شركه الفدا خطفوه هنا ببيتهم، رادوا دفترين داخل، اعطوني جماعه دفترين والاب تقاعد وبيقعد سوى عمليه، والله ما عندي تدوري وحلك. عنده تقاعد؟ اي والله. يعني شنو عمليه شنو؟ تقلب سويت. شنو ممكن احنا نقدم؟ الولد خطفوه، انطنا دفتر الجماعه، انطوني مثل ويتشق على وريته خلال 6 اشهر، وما عندي الم. فدوري وحلك اني امك. فدوري. يعني انت شنو اللي محتاجته؟ فلوس. فد كم قنطيني يصيبك اجر دال. يمه والله احنا اجينا بس ننقل صوتكم. احنا ننقل صوتكم. على راسي يمه، احنا جينا يعني نسولف. حاضر. اللي يحس ان انت امه ويقدر يساعدك. صار عليه تبريكات. شوي عنا صوره، انا عن هذا. واخر شوي في ورا على كاميرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك حبيبي؟ عباس حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهنئ العالم الاسلامي والامه العربيه كافه بحلول يوم ولاده النبي صلى الله عليه وافضل الصلاه والسلام. تعوق صار 3 سنوات بحادث بغداد هنا. نعم. شيتت بنقره حافرتها الدوله البلديه، وصار 3 سنوات ما بقى واحد، ما رحت لا رعايه، كلها رحت له 3 سنوات صار لي. الدمار براغي تشعب ظهري. فراش طبي لازم انام، ما عنده فراش، مصفط شراكب، واذا تجي تعال شوف للبيت. وين بيتكم؟ قاعد يجارب بغداد جديدة. انت ويا من؟ انا ووالدي، ما عندي احد. متزوج؟ لا ما متزوج، وما عندي كل معيل، عمره 20 سنة. قاعد. ابوك قاعد؟ اي قاعد رجل، ما عباس حسين. شنو اللي محتاجه عباس؟ انا محتاج، ما جاي اقدر اواجه حالتي المعيشيه، يعني اقعد الصبح راد لي ريوق، راد العلاج، الله شاهد ما عندي. وحق الاسلام ما عندي. فاناشد سعد البزاز، اناشد الامه العربيه كلها، اني نقذوني لين متدمر دمار، حاله نفسيه. صار 3 سنوات تعبت، حيل تعبت. اروح للرعايه يقولوا لي مسدوده الا واسطات، اروح لابو الواسطه يقول لي اعطيني مليون يلا امشي لك المعامل، زين مين اجيب مليون اني؟ وحق محمد جيت، وحق هو اللي اسمه محمد جيت ومداني الكروه، بس ذني ولو رجعني تكشي لو ما يرجعني. خلي يشوفون الاسلام، كلنا نشوف الامه العربيه ويشوف سعد البزاز ابو الفقراء. عباس حسين. عباس يا حبيبي احنا نتشرف بيك اولا، وانا اوعدك راح اخذك بايدي للرعايه ونروح نراجع بيك، وعسى ولعل ان تجينا رده فعل واتصال من اهلنا، لان اهل الخير ترى بعدهم وهواي ان شاء الله، حبا بالله سبحانه وتعالى، بالانبياء والائمه والخلفاء، ومن يتوقع ان هي التواصل والايمان فقط بامور اخرى، لا بل هي بالمساعده والمسامحه والرحمه والتآخي ومد يد العون، هو هذا بحد ذاته ايمان وقربة الى الله سبحانه وتعالى. فمن يجد نفسه انه ممكن يقدر يساعد اخونا عباس، لان هو تعرض الى حادث، هو لو كان معاق بدوله اخرى كان الراتب يجي له للبيت والرعايه والاهتمام له في البيت، وممكن يوفروا له كل الاشياء. ما طلب المستحيل سوى طعامه واللي المكان اللي يقدر ينام به، لان هو منامه لازم يكون
منام يعني خاص، حاله خاصه. لا كل شيء جار. وسعد البزاز هذا اسمع لي انا كله ناشد، لا سياسيين كله ناشد، هلا شاهد. يلا 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 حبيبي هنا يا مساد معمر. هلا يا عمر، شلون صحتك؟ الله انهني كل عام وانت بخير، صحه وعافيه ان شاء الله ويحميك. انا من منطقه الزعفرانيه وانت ما جاينا. اجينا مرتين، مره جينا مباشر صباحا ومره جينا زرنا عوائلنا قمنا لهم بالواجب. اخيتك عندي معامله ابني مفقود. لا لا احنا 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 نتواصل وياكم، واذا عندكم معامله او كذا ممكن تتواصلين هنا حتى نتواصل وياكم. اجينا نسمع تهانيكم. كل عام انتم بخير، عيد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وعيد عليكم بالصحه والسلامه اجمعين. بس احنا عندي فد شكوى على التقاعد. احنا متقاعدين قصونا من الرواتب 2017-2019 على اساس يرجعوها بس الرجعي، واللي هسه ما رجعونا فد مره واحده. فنطلب من مدير التقاعد ان يرجعونا اياها كل اللي قصونا اياها. حكم والله حكم هذا الكلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تحياتي لك إن شاء الله. اليوم إن شاء الله من هاي الإبداع إن شاء الله رابطة العطار وطالب الجابر إن شاء الله في هذه المناسبة السعيدة إن شاء الله ننزفها إن شاء الله لكل العراقيين من زاخو الألفاو إن شاء الله. علمنا واحد، حريتنا واحدة إن شاء الله، مولد يجمعنا المحبة والصوت والصورة والنقل إلى كل العالم. إحنا إن شاء الله عراق واحد وإلهنا واحد ونبينا واحد إن شاء الله، وان شاء الله الغمه والطائفيه ان شاء الله. تحياتي لك يا علي الخارجي على ابداعاتك وعلى استضافتك الى الناس، وان شاء الله انا مشكور منك بكل برامجك. وتحياتي لك طالب الجابري دولتي وحكومته راسي والخط الاحمر، وانا ممنون منك. وانا من يا منطقه؟ من بغداد، مدينه الثوره، مدينه عبد الكريم قاسم. تحياتي لك. احسنت بارك الله بيك ونورتونا. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك وانت بخير. بارك. احنا شباب لازم نتعلم، احنا قضيه الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم من عنده. احنا مو بس نقول اسلام ومسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا الله سبحانه وتعالى فقط كلام، احنا لازم ننفذ ونكون فعلا، لازم نتسامح بيناتنا، لازم نقوم بواجب امهاتنا وابائنا، لازم ان احنا نكون قدوه فعلا، لان قدوتنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. شباب هذا اليوم يجب علينا ان احنا نكون فعلا واعين ومهتمين، لان احنا نموذج من المحافظات. الحمد لله واشكر ان شاء الله، كما جمعنا بالدنيا يجمعنا ويا بالاخره ويشفع لنا. احسنت بارك الله بيك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشفع لنا اذا ما نكون فعلا وحقيقيين، لان الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مو فقط احنا نقول مسلمين وفقط، لا، يجب ان ننفذ ونطبق حتى نكون نموذج لكل العالم، لان قدوتنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هلا يما، شلونك يا حياه؟ ليش تبكين؟ كل ساعة يا بعد عمري، كل ساعة يدفعونا، قلت بس بدي اشوفها، ما اريد كل شيء، ما اريد كل شيء. مين يما انتي؟ ها؟ مين؟ انا من الدورة. والنعم. ونعم والله عليك، واقفة من هناك كل ساعة يدفعوني. والله يما خاف عليك. بس بدي اشكي لك شكوى وحدة. انا بنتي بدي اسويها عملية. لا عندي تليفون، مو ما عندي. وطلب مني 4 ملايين. من هو هذا؟ الدكتور. عملية شنو؟ عملية رجلية. وزوجها ما اشتغل. لا لحظة، احنا من نروح وزارة الصحة جيبي بنتك وتعي ويانا. نروح مو صحة، احنا نروح لا مو فلوس. احنا ناخذكم غير احنا ناخذكم مدية الطب وناخذكم وزارة الصحة واحنا نسوي لك عملية. تنطيني كارد على مود وين القاك؟ استاذ معمر هذه امنا وحبيبتنا، نقبلها بالواجب ونخدمها وليدي زين، وانت امنا والشرقيه بخدمتك. اقول لك والله العظيم لا تدفعوني، كنت ساعه ادفعوني. يلا ما يخالف، سامحينا. هنا عدنان احمد. سامحتنا؟ لا سامحها، كلها مثل قلبي. هو ما يجيك يا ابو الغيره، انا دحق لما اخذت المريه وش لبستها ذهب، قلت يا ابو الغيره عليك والله. الله يعزك يما، شرقية بخدمتكم يما. يلا هناك روحي. فقدت الطفلة. مشكورين. هنا عدنان أحمد. الله يسلمك، الحمد لله بخير. الله يسلمك الحمد لله. جينا من سامراء ونهنا الشعب العراقي والأمة الإسلامية عامة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وكل عام وانتم بخير وبارك الله بك بهاي الزياره، ونطلبك زياره ان شاء الله المدينه السامراء. الله وهو كذلك على اساس من المفترض ان نكون عندنا زياره قريبه في سامراء بالاسبوع اللي مضى، ولكن بسبب التصوير المتواصل بهذا المكان بس، لكن من المفترض ان نكون باقرب وقت في سامراء وفي باقي المحافظات. هلا بيك، احنا الممنونين بخدمتك. رحم الله والديك، بارك الله بك استاذ، شكرا. رحم الله والديك. السلام عليك. هاي امك. ها امي. السلام عليكم. شو اخبارك؟ انت منين جيت؟ ان شاء الله بخير. يلا. يلا. تبارك بيك. بعد عن انت البرة. جينا نقول لك نهنيك بهذا اليوم. نهم نهنيكم ونهني الشعب العراقي كلي. ان شاء الله للجميع. ونهني الشعب العراقي ونهني سعد البزاز. ويديمكم ويخليكم. اني من شارع حيفا لما جيت العام. وصورتوني وما دزيتوا علي. انا مصورك؟ انت صورتونا باطراف الرحمانيه العام. مو تم... لا لا انت خالد زمان ما اعرفك انا، وقلت لك مو هو البرنامج ما صار لك سنه. قلت لك لا، وقلت لك انا ترى عندي بسطيه مال خضورات وما عندي معين على الله ثم على سعد البزاز. سعد البزاز ما يسد الباب بوجه ضيفه، هي هرساتي توصل لي. وين ولدك؟ وين ابوكم؟ ما عندي اب، ابوهم متوفي وما عندي ولد. وعندي واحد ومشلول زين وقاعدة أجار، وقلت له على الله ثم عليك طلبت من عنده مساعدة ونسد الباب وتجي وتشوف بسطية مال الخضورات زين وقاعدة أجار. ها وإن شاء الله وكل عام وأنتم بألف خير، بألف خير إن شاء الله والسلامة إن شاء الله. من وأنت يما؟ أم حاتم، حاتم أم محمد. السلام عليكم. تسلم، تسلمون تسلمون تسلمون. أريد رقمك عافية. ان شاء الله للجميع. امين يا ربي امين. ان شاء الله نتعلم من الرسول ونطبق. امين يا محمد. حتى يتعلم من عندنا الجديد. شكرا جزيلا. بسم الله الحمد لله بخير. الله يسلمك. منى عدنان احمد. الله والنبي صلى الله عليه وسلم قائد والقدوه، يعني هو خير خلق البشر، يعني لازم نقتدي به بسيره النبوي عليه الصلاه والسلام. ونهنئ انفسنا اولا، نهنئكم ونهنئ العالم الاسلامي والشعب العراقي خاصه بمولد فخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله بيكم، والله يكثر من امثالكم واحسنتم. اول شيء نهنيك استاذ، ونهني الشعب العراقي بمناسبه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي الذكرى العظيمه العطره. واول شيء احييك لك لان انت استاذ مبادراتك بكل مكان. حبيبي خدمتك انا وشرف. من اي منطقه انت؟ انا من الطاميه من بغداد. الله يسلمك. مشكور. سلام وجيتك. هلا وليدي. والله الحمد لله على الله. انا صار لي سنه التقاعد ماني مقطوع. ايش؟ ما اعرف. يقول نوبه يقولوا لي بناتك بالغن زين، ونوبه يقولوا لي اروح على التقاعد العام. ايش انت موظفه؟ لا مال ابو. ما يصير راتبين يوم. شنو؟ تقاعدين ما يصير. لا التقاعد مالي مال ابو الجهال متوفي وحولوه الي، متحول الي زين. احنا ناخذش التقاعد. احنا ناخذش تقاعد. اي والله حطيت معك. خلي رقمك هنا بدون معقب، احنا بخدمتك. خلي رقمك هنا. التقاعد يساعدني والله وقاعد ايجار ب 400. خلي رقمك كتبي تقاعد. اي خلي رقمك كتبي تقاعد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يسلمك. احنا الفلوجه. والنعم. انت والفلوجه على راسنا. عندنا شهداء ثلاثة عندي، أبويا وأخوتي وأختي كلهم كتل. ولا راتب ولا، والحجية مريضة عمل. ليش الشهداء ما انطوهم رواتب؟ والله احنا ما قدمنا، هسا قدمنا. قدمنا هسا وبعدها صار أربعة أشهر يقولوا لنا والله باكر عقبة. من محافظة مال بغداد. الحمد لله والشكر. شلونك؟ شلونك؟ هاي طفلة معوقة. هاي معوقة. شلونك؟ أسألها عملية وحتى يعني أسألها عملية وما عندي، حالتي حيل تعبانة. ما تمشي بديها وبرجليها. يعني العملية شنو تفيدها؟ طبعاً الأوتار. إي. وخر. إي أذيها والله. ما تحكي؟ تحكي بلا. شو اسمك حبيبتي؟ غدير. شو اسمك؟ غدير. شلونك غدير؟ غدير احلى وحده بالدنيا. الله يحميك والله يحفظك. واحنا نتمنى اي شخص يعني من اطبائنا من اصحاب المستشفيات ان يخابرونا ويقومون لها بالواجب. عمليتها فقط
يعني يطولون الاوتار حسب ما تتحدث امها، ومع هذا احنا هم ناخذها. استاذ معمر احنا ناخذها اي اي ونتشرب بيك. ام غدير الورده الله يحميك ويسعد قلبك ان شاء الله. يحييك ان شاء الله رحم الله. شنو انت شو تريد؟ شو تريد حبيبي؟ هذا؟ اريد يحكي ما يحكي. ما يحكي؟ اي سنة تقيل. عندك مشكلة بالنطق؟ ما ادري والله ما وديته، ليش اقول لك؟ لا وديه، لا تتماهلين، وديه وشوفي هذا، واحنا هذا راح ناخذه ونتابع. يلا وخر. الله يعينك، الله يعينك، والله يعينك. حبيبي ناخذ صور بعدين وخذ لك احنا خلي انتهى الوقت مو لا بعدنا بعدنا مساء لا حبيبي احنا جايين بس نسلم عليكم وخدمتك ونتشرب بيكم احنا ها يمه شلونك عيني هاني فدوى عينك انا مواطنه ملاطله طيار ما عدي ها ام يابا ما املك مخده هاي المخده ما املك انا يعني ما عندي ما املك مخده من بغداد يعني من بغداد مره يا اختي مره يا بنتي كل يوم مكان ما عندي كل شيء كل شيء ما املك من يا منطقه قلتي لي ها انت تتجاولين بين اختك بيت البيت ايش وين ابوكم وين اولاد ابوه يعني ميت ما عنده تقاعد يعني انا انفصلت منه بعدين مات ومرته تاخذ تقاعد انا وين حق ولدك وابني بيسكر يوميا تخربط هاي بنته وحده معوقه جاب عندي رجال والله بيسرطان الله يعينك يا حبيبتي يا يمه وطول عمرك الله يعينك يا يمه الله يعينك يمه ام منو انت؟ ام لؤي يلا خليك هنا يمه هسه راح ناخذ رقمك ان شاء الله نتواصل الله يبارك فيك ان شاء الله شباب خلص الوقت خلص الوقت طبعا للاسف خلص الوقت احنا كنا نتمنى ان نكون متواصلين واياكم وكنا نتمنى ان نكون متواجدين بالخارج بخارج لكن بسبب الأعداد الكبيرة لذلك ارتئينا أن نتواجد بهذا المكان المبارك وبأنفاس الطيبة الطاهرة ونتمنى أن يكون فعلا قدوتنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن نطبق كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسامح بالمحبة بالإنسانية بمد يد العون وأن نكون عبرة للعالم أجمع مو فقط حديث ولا تجمع لا يجب أن يكون تنفيذ شكرا لكم على طيب المتابعة نلتقي وإياكم وجولة برنامج كلام الناس متواصلة اليوم وغدا وبكل الأيام وانتظرونا غدا بجولة أخرى على حب الله والوطن